اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه التعريفيه عن البرنامج السنه الثانيه. دعوني ارحب بزميلتي شادي الشبلي اللي راح تاخذني هاي الرحله الممتعه. مساء الخير. مساء النور العالي التكليف حياه حلوه ولكل متابعين الناس العراقيه الفضائيه. اكيد سعيده جدا بانضمامي لهذا البرنامج المهم والمميز اللي اكيد يحتوي لجنه رائعه. شكرا جزيلا. كل القائمين على هذا البرنامج من شركة ثانية شكرا جزيلا للشركة الإدارية شكرا لكل القائمين على هذا البرنامج من شركة ثانية ورغم كلهم فائزين عندنا العراقيه بشكل عام من المنتجين فاكيد ان شاء الله هذا يكون برنامج قبول. صورتين لا تاخذ الصوره يا شاد ليش بعيده ما اقطع التصوير ابد. مساء الخير مساء الورد مساء السعاده على عيونكم الحلوه. طبعا اليوم
كان عندي تصوير بالعراقية، تخيلوا مخبريني قبل ربع ساعة، طبعاً ما نايمة ولا دقيقة، تخيلوا. فهسه حرجع للبيت أنام، ومن بعدها راح أحكي لكم على تفاصيل البرنامج، أحكي لكم عن لجنة التحكيم.